بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعاشر كما درسي للحاد كتابك صفينة النجاة للشيخ العالم المعلم الفقيه سالم بن عبد الله الحضرمي. وعاشر كان مكبل لابانا يا مانتا نجاساتك يا حكام طولة إن شاء الله وحونا قبين دونا قيبتي الطهارة يا حكامتي هذا لحريري واه انتي صلاتك والرئيسي. الشيخ مؤلف لي وحوري فصل الذي يطهر من النجاسات ثلاث. نجاسة وحاه ولا بقى يبود وحسك لا تريسي عينتي سن نجسة يا وحن جاسوبي هذا وحيا بها النجس كأصل كوها وحكها ليا أما نجاسوبي وحيا ولا دقن طاهر سمية يا وحدي عمل قاركين لقبته طاهر سمية وحجري الذي يطهر متك ظاهر نقضة ومن النجاسات النجاسوينك ثلاث مسدح وي كو الخمر خمر ذي وي إذا تخللت دي خل إسوب دشو بنفسها إذا نفعان تدا إسوب دشو. هل كان محب الشيخ كهل لي مؤلف رحمه الله خمر ذو النجاس حديث إيذو أي خل نقطه إيذو وحبا لغو سامينين وحنا لغو دارين تدنك شاقين إيذو أمبا إسبدا شيء أما تسهودا إسهودا إسبدا شيء إسلبدا شيء وكوريليا قبوة أما سكالا إسبدا شيء وحبا لغو مدارين وحنا لغو مسامين هذا خل نقطه حكم كالنجاسة خمر النمضة إيهاي خمر النمضين ويزو شيء إلا ذا النجاسة خمر النمضنا إنه ماندورية طهيبة إيهاي ماندورية النمضة ويكب حذي قاعدة ذينا وحيهاي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما حكم كعلاذي سوالله السعداء مكا علاذي صوابت اللي هلان أوهي مادا مكا اللوائيا إسنوى اللوائيا ماندورية إيهاي ماندوري النمضة النجاسة كانت ماندوري النيودة ماشي كبا حضي نجاسة دي كانت انا وير راعي فوق هذا يعلم اظن خلاف كما تشيرو سيدي حديث كي جابر بن عبد الله اي امام مسلم في صحيح كوري النبي وكيري نعم الادام الخل وحوح لغوكو صارتو ووحق لغوكو يستاي خلق وقيمة بضل النبو نعم الإدام والخل وخلق صاو أمانو نجاسان خلق يدو النقطيبة نجاسان ليرادو دي اسم قبانا يسو نجاسان نعمو مرح تاسيوا من دكوبات وحال بعدي وجلد الميتة هرق بختك أما بختك هرقيسة إذا دبيغ هدي لما قديو كمتشران مذهب كان دوفارك إيا أيغا إيا وحي كرنا شيء أما كفر عليه كمتشي لها رقود لكن هلقى حيوانات ككالي أما هلا عونا هيري بكود أما يالا عونين حيوانات كمركين نولايين تركودو ظاهر كاها مركي بختيان بختي هو النجاس هرقينا بختي يهيري بكي يديكي بحق حوصة وحكسو الرعا هدي لما قديو وصيدا ما صلاحا لغاديغو ووحالا لي وحي دغورا إيا وحي هوسكا غيا اللوردن لغاوادات نظيفيو طاهر بو نخضا وجلد الميتة نبينا عليه السلام حكسوان حديث ابن عباس لغوري إمام مسلم في صحيحه إذا أي ما إيهاب دبغ فقد طهر هركست ولما قديو وطاهر نخضا صدح وما صار وحي النخضا
حيوان حيوان نول نقضة نجاستي أما بختي أما ديغدي إيا حال حالك حولة هدو حيوان كرنا شو دحيري وحلا مدى سنوى طاهر أو حالة إلى استحالة وحيوه بإسبدلي شارع بختي بو هاي هدى حيوان نفله وصعدوا سادرتين نفلي إيا حيوانك قرنك يا قشنك يا بختك كنالتا إيانا وا داهر ويا وحي وحكا بها دون نقضة عينتو عينتي معها حوم رحوك معها انتاس سدح ناسو كغبحي كدي بموالف قادنا وحوو قد بي نجاسة مركا لا طاهرين ايو سابع الله طاهرين ايا نجاسة الله طاهرين ايو وعي وحي كحران تهي هدبا نجاسة النوع حيدا نجاسة مركا طهارا اللي يراهدو سدح بي وقيب سنتي مركا وحوو فصل النجاسات نجاسويكو ثلاث وسطح مغلظة النجاسة عدك لا أدكيه ومخففة النجاسة لفذوذيه ومتوسطة من لبضة وحيسة من البنى سيقارة الله طاهرية نجاسة مغلظة أما لا أدكيه طهارة ذيذو ومت طهارة رقبة وبهضة نجاسة لنا عكلا إلا خفيفية لفذوذيينا طهارة فضوذ بأباهنة تنود حيسانا طهارة بحيسة أباهنة طبعا فايدة القبصة فالمغلظة فالمغلظة تلأت كيين نجاسة الكلب أي نجاسة دي سواه هي والخنزير دو فارك هي وفرع حد إمام متكود وحي ونالي دو فار بايس كدالي أم أي بايس كدالي أما أي حيوان كلا إسكندري أما الضفار أي حيوان كلا إسكندري هدي أي لحظة وحلا علي وحي اللبض هذا أبور كيسية أصل والدني مسيئون وقلا حكم كودو نجاسة قادة أما أيه نجاسة دي سؤيني أذكتها ومتفق عليه بخاري مسلم من حديث أبي هريرة تيكوذي وأما الضفاركو سجد دليل عدل ومعي فلماذا وحي يرى هذان لأنه أسوأ حالا من الكلب أي قبيسا كسي قرنصان وكسي سقشانصان وكسي الليت إمام النووي رجل مذا هذا الكاو حوغي ويكير على جيدينه وحي يرى هذين دليل عدل ومعي إنه دوفات إن أي قراء إنه لكن ماذا قواسي داس وفرع حد همانا دي فرع أصل كحكم كي سوقاته هو النجاسة المغلظة سيال الله طاهر وينقصه سعطان ولي قيب انتي النجاسة بينه كترنا والمخففة والنجاسة المخففة نجاسة لفذيين بول الصبي ويلكير كاريذي سوي الذي ويلكاسو لم يطعم عن لقوذين غير اللبان عانا وحانهين ولم يبلغ عن انقارنا الحولين الوصن المها يركع صدح شردي هدير لهلو السغرة نجاسة دي سوا مخففة كاريسة كما أفران لهم قلت النجاسة دي وعيني كاريسة سحارة دي ويل كياري والنجاسة دي قيبت صوص عتام متوسطة دي إيجين وكارينا دي ومرك اللبادي وويل إنو يهوصن قبرا هين ومرك صدح هذا وإن أوصن أنا وح أنا هين عنن أما أنا لسينن ورشين يروت يصار يبريس يوين الله سين يمشالي وشرط ذي أفراده وأنو الله وسنا قارن الله وسنا هدو قارو دري عن نوتي تود عفي سكر سكر الله طاهر وينو إيمان دوتا والمخففة للتلفزي بول السبي والكير كاري سوي الذي والكاسو لم يطعم على قودن غير اللبن عن روحان هين ولم يبلغ عن انقارن الحولين الوصن والمتوسطة مده نحيسان سائر النجاسات نجاسيك انت صوحر ايوه وحلا لوحي انت كالصوحر والنجاسة اللبن عن نحيسو لا ظهارة ذي اذن يعب نحيسا هذا هو مؤلف هدو كهر لي نجاسي انا يتمكن لطاهر انا يلا فيري النوع ايتهاي يغنى صدح قيباتهاي مثل أتكي يمثل فذي يمثل بحيسة سبع مدول بلو طاهرية بين قطيس عاش حكته
أما مسألة حكتة وتختل مامد قيبت أسو قيب الني فإذا ذي ذو حيت هيك كل حار وهاي أما هر ضعي عفاف وهاي قيبت أسو صعوتها سيد الله ظاهر لنا ياك الدول. فصل المغلظة نجاسة لا أتكي وأيجي يا ضوفاركي يا وحي كفر عمية تطهر وطاهر نقطها بسبع غسالات تطبتشر لدقه بعد إزالة عينها عين تاذا مركا لازوريا كدب هذي سحراتهاي هذي كادتهاي هذي عاليتهاي ورطي يدا ماشا لغا قاري كدبا تطبتشر أو كلا لدق إحداهن تطبضا بالدورنا بتراب عيد بالا سعود وحاكسو قرنك صلى الله عليه وسلم إنسان الله طاهر أي قويه حديث كي أبي هريرة وإمام مسلم وريي أصل كي سنة الصحيحين ككجلة وحونا طهور إنا أحدكم ويلكي متكين ويلكي سوحا داهرين أي إذا ولغ فيه الكلب أي هدو أفك قليل أن يغسله سبع مرات تضبط شير البق انتاس بعملك كسر صلى الله عليه وسلم تضبط شير على البق تضبط شير من إيد كمدينة نقطه توها الرئيسين نخون كرتها أما مدو كمدة أما تنوضا بيس روايات كتب القصر ورانو إمام مسلم رواية قاركود وحوليه إولاهن رواية قاركود وحوليه إحداهن من دون أمطنوها الرئيس صنع كان أخراهن حديث كي نكر نجر عبد الله بن مغفر مسلم ولينا وكلها وعفروه الثامنة بالتراب عرضنا سديد كغلية هذا تضرت جارو ماذا عرضها وبيها يعرضها دين لك لترينا سديد اسكن نقن بعلا تقايا تا حديث كاسا شيء توفار كان الله قياسا عليه إن الله قياس طوال والمخففة مدة فضودنا تطهر ويطاهر نقطها برش الماء بيه إن لغره الشيء وكل وداريو عليها النجاسة فركض بيه الوصير سيره مع الغلبة يدو بيه ويكبريهين نجاسة يمشي قاده هي وإزالة عينها عين تالي إن لزوليو هذا واحد موضوع طالتاي إن لزوليو هذا يوم كادي إسكا قيانا طهينا إن بيه كادي دي كبرا ماشا الله وشبه باطاهر كالكت والمخففة تلفظ ذي وبول الصبي يجيه برأي تطهر ويطاهر نقطة برش الماء عليها وحاو دليلة حديث كي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أي أبو داود أي ابن ماجه أي غير كتب كوريين ولها نبي غيري يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يلك كاي سنة بيا الله الرشاية كبدا كاي ذنا والله اسكدقا كبدا كاي ذنا كواوين بلمتا يحوم كوتا متوسطة لأسوس عطا أي قليسا تصدحات والمتوسطة متى نحن حيستي يتأذك يتفضد من أعنهين تنقسم ويقيب سنتا إلى قسمين لبقي مدى لفت يد النقطة عينية من عيني موقال أركو أما الله تعبا كرلي إيهو حكمية من حكم هانو ماشا النجاسة قادي لكن وحل تعبت إيهو حي إلي قبط من أمالي لبدا صلى الله قيبية عين وحل إلى ذا وحي إلي قبط أما قعاني تعبته حكمنا دوا كاذبا لغو كاتشي كاذبا قادي كاذي نوي إنجكتي ماشا هو النجاسة لكن نجاسة الله أركو أما الله تعبت مالي لكن هل كان صحارة تعالى صحارة وإيش نوا قبطة كعن نواقبتها إلا نواقبتها الساس يؤكل دوينيا والمتوسطة متى نحن حيثتها تنقسم ويقيب زنتها إلى قسمين إلى بقيمة عينية من عينية ذات الله تابتله هي وحكمية من حكم أهان لكي أسويها وحين قبطه أو قعاني تابتان لهي سألو طهر يا مرك العينية عينية هي التي ومدي لها له لون المذب لعركه والريح أرلا أريه يا وطعم ردنا لردنا يا هذا ردنا سدني جاسا سردنا منه فلا بد وعلى مهوران من حلقة من مارمانة من إزالة لونها مذب كذي إلا السولية حد الله كاريكرو وعمذب كذي إن ما شاء الله جوجو والريح يا أرتدي وإن لقى جوجو وطعم هذا ردنا كذي لو إن لقى جوجو جاسا ردنا كذا يا أرك هذا يا مذب كذا مذ كم إذا أنتوا شفتوا موقار يوحلا تعبك كراشنا حواستي يا دريم ياشي بالغو أغان كرا والحكمية تتن حكمية دانا هي التي وعمدي لا لون من المله ولا ريح أرن مله ولا طعم ردنا لها إير مله يكفيك وحكا غفلا جري الماء بيئنا كدو الدريرس
عليها نجاسه ماشي نجاسه قال لي بينا ساود وشطاق وفل تكرا لكن شقين تكبر ام بيوبا هانت هايو بيا كشوفيتان وحا كوري فات كده ان لا ترترو سيرا صلو دقيا نجاسات كي سدح لها صاص الله كي دقيا ما كل نجاسات كان ميي وباب عادي هان ودن بين جري باب الطهارة وباب الحيض والنفاس يا بوغالي حيض قال لغو بالله وعصرة نفاس كان آخر أي الطهارة اللي مسوك رتوي محيط فصل أقل الحيض يوم وليلة أقل الحيض حيض حاوير مدد وحيو هوانك يوم مارن يا وليلة هبين أفر يا الله تنصع عضوض أختي شان صلاة عضوضة باقوير انت الله دواقلي آيات ملح حديثنا ملح لكن عرفي يا دواقلكي وحل السوق هذه باي انت اغويراتي انت ما الله نقنا وحن آيات دليل دليل لهين عرفي له عرفي له نقن كبتك الله نقضى وغالبه انتو بضان ست لح او سبع تضوي تدحنا تضوها بيدي اما المر او ذا السعودوي وحن اطايد قوة صحي حديث حملة بنت جحش لقوريه وإمام أحمد في مسنده أبو داود الترمذي صنعك وذكوريين سأقول حديث حسنة برنبي وحكوجري كمدي عادة كالقرم ويدي يدي كفرهم وكرنا عاية كوهرتي فتحيضي ستة أو سبعة أيام ليه؟ أما تضبن مع المرض بشي عادة اسكو حكم وكمذا ثم تسيري كتب قميسة صلاة هدتكم وهي غالبكم انت كما بطن وغالبه انت غبرا ست او سبع تذكر انت غبرا لح يعني تضوى بون نغضى مع الموت واكثره انت وتر بدن وقارنا 15 يوما شان يطول مع الموت وي وبلياليها هلينها لو ضري وحيرا هذين ما دام بشو طاهر اي حيض اي بلو بورا قران هدي وحي لك القران وايو قاعدة الفقه او حيتها وحي مشترك يلا وضعي ياشو يهدنا سلوه كرليه اللي قرن وايو نص نص بالغا ديغا مركا حيث كي يمرك اللوغا ديغا طهريكي بشي اي ودقل ايه نص نص لوغا ديغا ديشنا يتوان باقو بدنان كسوها ياغيس سيدا سيفوقا هذه نجرادين رحمة الله عليه وكاسي عسق دين حتى بحيث كي انتي غبا مايدي انتي غالب كهيدي بكو وطرة بدنا الله عطينو كسوها هذا اللي ظهري إما سيكون ظاهر نكون كرتا أقل الظهر ظهر كان وير بين الحيضتين لبع هذا لحظة 15 يوما شان يتوان مع الموضوع فق هذا المسلمين تنساسي أبديه وانا قاعدة هذا نصور شيئنا يو بالوالبع كبدا هذا كبدا هذا هي ظهره هديو انت غبدا عادة وشان يتوان نصور مري انت وير صور هذا وإمسا وشان يتوان كريم وعشان يتوان بي انا داهر نقطوي هذا يضع شيء يتوان بي انا ما يساني ليه يسكو عركتو ليه فران يستحاض باب لي الى هدوي وغالبه سيدا قالب كوا انت بضان عبا قول نقضو 24 يوما افر يا اللواتن مع الموت او 3 يو 20 يوما لا سلواتن مع الموت سدح يا اللواتن مع الموت اما افر يا اللواتن مع الموت واي بناء على غالب الحيض علينا حيث غالب كيسي هذا اللحظه افر الله واتن با بشي سوهري حتى ان تطلب دهنانا صدح الله واتن با صدن كي بشي كسوهري بك الا كلا غوي صدن كي بشي ان لحك غوي سنه 24 سوهري حتى تطلب غوي سنه 23 يوما با سوهري هذا اللحبري اما تدوبري هاد بكات كغويس انت سوهري با غالب طول هواك انت بدن بشي هالمر بعاده كدخدا هذه اللحمة تدوبري كل عضو انت صوحة ايو افري الله واتنا مصدح الله واتنا المعلمات بشي كمده هاي وطاهر كبالي ولا حد حد ملح لي اكثره طهري انت غوبانا انت غوبانا يقولوا طاهر نقون كرتو حد ملح وهي مددار بطاهر نقون كرتايو هو يلا بصنا المنو جنس وان عذاب كل عين بادرك من عدد يبا كتكتو القرآن كشاري ولا اي اسم من المحيض اللي كبق وستيبا كمده كوبا حنون انتو كي بادو وكبر جورا كمدة صادرت أنت هو بدل الظاهر نقنعسه حد يترجع أن مالها أنت أنا أحكام الحياة بالك ربحي حياة كوحان رعسين وصوشة إن مر والبابا أحكام النفاس والرعدة
مدام أحكام النفاس هذه قربة أي راعان ومرة أني كهرين أي هدنا راعيي فلمان مرة بأين صنري أحكام النفاس وأحكام الحيض فلمان خلاف بلا كمتشو وحولي أقل النفاس نفاس وحا أغيري مجة هل مر شوتة إيغوي ديك هل مر يمادة وهل مر كسو ضعتواي مجه وحو الطفية صعب الطفية بالي أما عانا النقض أما الشاه النقض أما بيها النقضاني وحافك كووتشري أو الطفتي بمجه ليرا ذا وأنا قرن حديثكي صحابي صغير كها محمود بن الربيع لها أقلت من رسول الله مجة مجها في وجهي تقول توري أنا قوش انتر ميالها سانا حابا أمرين يا بويري سانا سكو قياسي صدرت أقل النفاسي نفاسك انت ويري مجة هل مرة وحلا بلا طفا وحلا بدوي أهم المرة والشو أوي أما هل مرة وحوق الجواب بيكسو يلا هدوي وغالبه بضانا أنا أنت بضانا أما ضدك يدور وبدئهين 40 يوما أفرت مع الموضوع كاس الكفة سرير فوق هذه إنه حديث أم سلامة رضي الله عنها وأرضاها وأبو داود سنن كسيه سترمي سنن كسيه وكذا إمام أحمد بن حنبل في مسنده يقول حديث صحيحة إن كانت النفاساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما أفرتا مع الوقت وارتنا وأفرتا بحا صومالي دو أي لهذا سيدا أبدا حوالك غالب كأه أفرتا مع الضعف سيدا أبدا أهان تبتبع إلى هذا وأكثره أنت أبدا إلا أركينا 60 يوما لحن مع الوقت لحن مع الوقت مرمر لأركي ثم القاركو دي نكو قاري مركي لحدين كي انتا وكبك بوليه مؤلفكو رحمه الله تعالى ماذا كان سلاسة فلما بدن يفقها بدن بانا لقبتو كري قد معها شافعية لي مالكية دانا مسالة دا اسكو الرأسا فالكاس ايو حان كنا ماضي اما كسو قبقبين هنا عشر كي لحاد كتاب سفينة النجا هل كان وحا كنا ماضي أبواب الطهارة كلماتي عشر كسوة صعدة صلاة دي أحكام تادي إيه مسائل كالحريرة بينو كرب الله بيدونا وحشر كنات هدوات انت عشر كادة بيسري إيمانا إنو إلا سبحانه وتعالى وحوي دي سنة حقي إيمانك إنو نغسو خير كي وناك نغو كلية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.